السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. وزارة التجارة تحدد موعد إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية. حددت وزارة التجارة اليوم الخميس موعد إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية، وأعلن وزير التجارة علاء الجبوري في بيان عن إطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية والتي أقرها مجلس الوزراء، واعتبارا من يوم الأحد القادم المصادف 27 من آذار الجاري في بغداد والمحافظات. ودعا وكلاء المواد الغذائية بدءا من المناطق الأكثر فقرا بحسب مخرجات وزارة التخطيط إلى مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية. وأضاف أن تجهيز الوجبة الثانية لا يتعارض مع تجهيز الوجبة الرمضانية الأولى، حيث أن مواقع شركة المواد الغذائية مستمرة بعمليات التجهيز في كافة محافظات البلاد وبوتيرة متصاعدة، مشيرا في ذات الوقت أن السلة الغذائية قد حققت نجاحا كبيرا ضمن المشروع الوطني الذي أسهم في توفير المواد الغذائية ودعم المواطن. ونوه إلى أن حصة الفرد الواحد في هذه الوجبة ستكون 3 كيلوغرام من الرز وكيلو من السكر ونصف كيلوغرام من العدس، نصف كيلوغرام حمص مجروش، لتر زيت، 400 غرام معجون الطماطم.